ونختار الشخص بقدر نختار المواصفات، يكون شخص لم يشتغل مع المنظومة القديمة فقط، هذا يكفي. متستحضرش حاليا شخصية؟ أنا ما يشك كلام، لا هذا كلام لا يفيد شيئا في السياسة، تعطي مواصفات ولا تعطي شخصا أشخاص. شكون؟ البحيري. نوردي البحيري. العريض. علي العري. علي العري. هذيك عز حاجة. عز حاجة، حتى أنت عز حاجة معناها. بالنسبة لي لك أنت ما عندك شخصية؟ بالنسبة لي أنا فما حدا تونسي يصلح المنصب هذا. تونس كاملة، مشي البحيري. باش نختار أحمد المسيري، لأنه عنده خبرة وعنده يعني كفاءة. وإن شاء الله يكون عنده حسن الظن، لأنه الإنسان ما ينجمش يعرف إيش داخله. لكن بالنسبة للأقدمية وبالنسبة للعمر كافي هو، لأنه خدم مع بورقيبة وخدم مع واحد يعرف. نعم. وثم يعني اسمه الآخر القروي، حمد القروي. حمد القروي زاد ينجم يكون هو، لو ما دخلش في الحزب وما دخلش في الأمور سي حاجات أخرين، نجم يكون هو الواحد. إن شاء الله ربي يطيح بينا ولد حلال وكهول أكثر ولا أقل، لأنه البلاد قاعدة ماشية في هاوية، الناس تتعارك على الكراسي والناس تعمل، يعني ما حسوش بالمواطن، لأنه المواطن هو اللي يدفع الفاتورة في الأخر. المواطن دجاجة وهما كل معارضة، فهمت؟ كل كلهم شادين ويريشوا ويريشوا ويريشوا، يعني الدجاجة وفات الريش نتاعها. المواطن تعرض ما عاد، المعارضة منشيرة والأخرين منشيرة وكلها منشيرة، ما ثم حتى إنسان البلاد هذه يخدم فيها بحقيقة. إيه إحنا مسكين. حتى واحد ما يكف بالزربة تونس والدب اللي باش يحكم تونس. والله ترى ما عنديش شكون نسمي بصراحة. ما عادش نفهمهم جملة الرؤساء الكل. حتى يزرع حاجة ما عادش عندنا شكون باش نجموا نحطوه. وكلهم يحكيوا برشا وكلهم يعملوا حاجة وما عملوا حتى شيء الكل. هذاك سنين من ما عادش عندنا سكون باش نجموا نحطوا هو ما عندناش احنا تولي حد لا سكون قاوم وكافح وناضل كون من اجل تونس. فكر سيد بيجي قايد السبس. بشبوج يا بنتي بشبوج يحبوا البيج. اي البيجي شنو؟ بيجي يحبوا هو شد البلاد رئيس حكومه ورئيس دوله الزوز. باهي. هو يعرف ومخالف 80 سنه عمره والوزارات كل خدمها والبلاد كل حافظها ويعرف التونسي ايش يحب. بيجي. بيجي قايد السبسي. هلا مو يرجع زين انت ايش حاجتنا؟ ما حاجتنا حتى وين؟ كلهم ما يمثلوا حتى شيء. كلهم لهذم ومارك حبوسيات ومارك ما عندهم حتى شيء. من اليسار لليمين ما فيهم حتى تمريض يعني اللي هو يعني ما يبغى باش يشد تونس. ان شاء الله زين فيه صح.